أهلا بكم مشاهدينا إلى تقرير خاص. أنا سيد يوسف أحييكم من واشنطن. بينما كان داعش يتلقى الهزيمة تلو الأخرى في العراق وسوريا ويفقد الموصل والرقة، كانت المعلومات تتواتر عن ولادة تيار جديد داخله باسم حازميون، هو الأكثر تشددا. مراقبون يخشون من أن يخطف التيار الجديد الأضواء في المستقبل القريب ويشكل بديلا دمويا لداعش وينتشر في دول عربية تعاني من الانقسامات السياسية والفوضى الأمنية. فمن هم إذن الحازميون؟ ما هو مستقبل تيارهم؟ عقيدتهم المتطرفة واحتمالات تمددهم؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها ونطرحها بدورنا للنقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة. من القاهرة ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، ومن القاهرة أيضا كمال زاخر الكاتب والمفكر المصري القبطي، من تونس عبد الستار السحباني مشرف المرصد الاجتماعي التونسي، من باريس البير فرحات المتخصص في شؤون الإرهاب الدولي. وفق آخر المعلومات فإن تيار حازميون ولد داخل تنظيم داعش قبل أن يقوم الأخير بإعدام عدد من قادته وسط تراشق بالاتهامات بالتكفير بينهما. نظرة عن قرب على التيار المتطرف في هذا التقرير. تيار حازميون، تيار داخل تنظيم داعش ينسب للمتشدد السعودي أحمد الحازمي، ظهر في منتصف عام 2014 نتيجة الصراع بين قيادات داعش. العدد الأكبر من أعضاء التيار من البحرين وليبيا وتونس ومصر. أبرز قادة التيار هما أبو إسحاق العراقي وعبد الناصر العراقي. عقيدة تيار حازميون: تكفير عامة المسلمين غير المتشددين وبعض قيادات تنظيم داعش، الدعوة لتطبيق قاعدة عدم العذر بالجهل وقتل كل من يختلف معه دينيا. هذا الذي نعتقد فيه في من يعذر بالجهل مطلقا دون تفصيل أنه كافر مرتد عن الإسلام، لا بد أن يفصل. الخلافات بين داعش والتيار حازميون: قام داعش بإعدام عدد من قادات التيار بأمر مباشر من أبي بكر البغدادي. اعتقل داعش عددا كبيرا من قيادات التيار في ريف دير الزور الشرقي. قيادات التيار كفرت البغدادي وحملته مسؤولية الهزيمة في سوريا والعراق. أنصار التيار ينشرون مقالا في النبأ يكفرون فيه عطية الله الليبي. أنصار التيار يطلقون على داعش دولة الأصنام في العراق والشام. هل تعتقد أن العالم العربي سيشهد ولادة تنظيمات إرهابية أكثر تشددا من داعش؟ هذا كان سؤال الحلقة الذي طرحناه عليكم عبر صفحتي تقرير خاص على فيسبوك والحرة على تويتر، وتلقينا عددا من الإجابات سنقوم بعرض ما أمكن منها. نبدأ النقاش مع ضيوفنا. نبدأ من القاهرة مع الأستاذ ماهر فرغلي الكاتب والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. أستاذ ماهر أهلا بك في تقرير خاص. يعني أنت لديك أبحاث عن التنظيمات الإرهابية المتفرعة من داعش ومنها حازميون، يعني هل تعطينا معلومات أكثر عن هذا التنظيم؟ أحمد بن عمر الحازمي هو يعني الذي ينسب إليه هذا التيار، له قيادات مشهورة جدا مثل أبو جعفر الحطاب التونسي وأبو هريرة أيضا التونسي، وقيادات مصرية وليبية كما جاء في التقرير. لكن المسألة هي مسألة أبعد من أحمد بن عمر الحازمي في الحقيقة، هي بدأت هناك من أفغانستان. يعني مسألة التكفير أو اليمين، اليمين يمين التطرف هذا بدأ من أفغانستان مع سيد إمام الشريف، وهو المصري صاحب مراجعات الجهاد الشهيرة وصاحب كتاب العمدة في إعداد العدة، حينما طرح مسألة وهي مسألة تكفير الأعوان. يعني هل يجوز أن نكفر أعوان الحاكم؟ هل هم كفرة؟ فهنا بدأ التوسع في التكفير. من هم أعوان الحاكم؟ هل هم الصحفيون مثلا؟ هل الإعلاميون المؤيدون للنظام الحاكم هم أعوان الحاكم؟ الجيش على عمومه والشرطة على عمومها هل تكفر بهذا الشكل؟ انشطر في هذه الأثناء تنظيم القاعدة حول هذه المسألة، ودارت مشكلات كثيرة في لحظة هجرة أسامة بن لادن إلى السودان فترة تنظيم القاعدة، ودارت معارك فكرية كبيرة حول مسألة تكفير
الأعوان. من هنا انبثق، يعني أنا أعتبر أن تنظيم داعش كانت بدايته من هذه المسألة في الحقيقة، يعني المسائل الفكرية التي ترى إليها أو تطرق إليها فيما بعد. تنظيم داعش تطرق منذ هذا الخلاف الذي حدث من حول مسألة تكفير الأعوان. نعم. لكن استاذ نعم هذه الخلافات صحيح، لكن يعني في عند الحازميين، عند ابن عمر الحازمي، استدل كما قرأنا عن هذا التيار بمجموعة من الآيات، يعني منها الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني الحقيقة أن الذي يفكر في هذه الآية بشكل مباشر يجد أنها تفسيرها إيجابيا، يعني كيف كان تفسيره متشددا إلى هذا الحد، ومنه يعني خرج إلى هذه الأفكار الأكثر تطرفا وتشددا حتى من داعش. للعلم هو لم يأتي بجديد أيضا عما قالته جماعات متطرفة قبله، يعني سنجد جماعات مثل الشوقيين، مثل جماعة التوقف والتباين التي كانت لا تحكم لا بإسلام ولا بكفر على عموم المسلمين. المسألة بدأت هنا من مسألة العذر بالجهل في الحقيقة، وهي مسألة غاية في الخطورة. هل يجوز أن نعذر بالجهل كل الناس على العموم؟ هنا انقسم تيار الجهاد مثلا في مصر، فرأى أن العذر بالجهل لا يجوز وأنه لا عذر بالجهل، ولكن لا يكفرون الذي يرتكب عمل الكفر إلا بثبوت شروط وانتفاء موانع، يعني مانع العقل، أن يكون لديه عقل، أن يكون لا بالغ، أن يكون غير متأول، أن يكون غير مكره، لكنهم يكفرون ذلك ولا يعذرون بالجهل. كانت الجماعة الإسلامية تقول لا، هناك عذر بالجهل على العموم، وهناك من قال لا، بل الحاكم يكفر وأعوان الحاكم، وهناك من قال لا، بل من لم يكفر الكافر فهو كافر، وخرجوا بهذه القاعدة. فكل هذه الأمور مجتمعة تيار الحازمي بدأ يقول بها، وبدأ يفصلها أحمد بن عمر الحازمي تفصيلا جديدا. ومن هنا رأينا في بداية تنظيم الدولة داعش حينما بدأ يسيطر على الأراضي، رأينا مثل هذه المسائل. قتلوا علي خاطر وهو مصري، كان صحفيا مصريا انضم إلى التنظيم لأنه ناظرهم في هذه المسألة وقطعوا رقبته، وقتلوا أبو جعفر كذلك التونسي وأقاموا عليه الحد لأنه تحدث في هذه المسائل وقال لا عذر بالجهل. تركي بن علي حينما كان قاضيا شرعيا ودارت النقاشات حول هذه المسألة وتكفير العازم، من قتل هؤلاء؟ هل تيار الحازميون داخل داعش أم أنه داعش؟ لأنه يعني الحقيقة أنه لا توجد فروق كبيرة في مسألة العذر بالجهل بين الدواعش والحازميين. نعم، لا توجد فوارق كثيرة في الحقيقة، لكن الفارق الوحيد هو تكفير العاذر، يعني هناك شخص يعذر من يرتكبون عمل الكفر، هل يجوز لي أن أكفره لأنه متأول ذلك؟ انقسم الفريقان معا، ودار نقاش بين تركي بن علي وبين أبو جعفر، ودار نقاش كبير جدا داخل التنظيم. في النهاية حسم أبو بكر البغداد المسألة وأقر بجواز استتابة هذه العناصر، واستتابوهم ووضعوهم أشهر عديدة داخل سجون أطلقوا عليها السجن الإخوة، وبعد ذلك أقاموا عليهم الحد، والتنظيم هو من قطع رقبتهم لأن الأمر الخطر استفحل، لدرجة أنهم كفروا البغدادي وقالوا عليه أنه من المرجئة، وقالوا أن أبو بكر البغدادي كافر لأنه لم يكفر الكافر وهو أيمن الظواهري. ومن هنا أقاموا خافوا على التنظيم وشعروا أن الخطر الحقيقي في انشطار التنظيم على أيدي الحازميين. نعم. طيب، انضم إلينا أيضا من تونس عبد الستار السحباني مشرف المرصد الاجتماعي التونسي. سيد عبد الستار، أهلا بك. نتحدث عن تيار الحازميين داخل داعش، وهل من الممكن أن يكون ولاية التنظيم أكثر تشددا من داعش؟ هذا التيار يكفر يعني حتى الدواعش أنفسهم، يعني من لا يكفر الكافر فهو بنظرهم كافر، يعني كيف ترى هذه المسألة، هذا التيار، مستقبله، تمدده وما إلى ذلك؟ شكرا اولا على الاستضافه. اهلا وسهلا. ثانيا، اعتقد انه هناك تحول كبير، هناك تحول كبير في في في, في التوجه العملي والميداني. يعني داعش كانت مثلها مثل القاعده، كانت تعمل في فضاء، كان هناك فضاء، كان هناك ارض تعمل فيها. هنا الآن أصبح داعش لم يعد يتوفر
ميدانيا وفي الأيام المقبلة إن شاء الله في الأشهر القادمة لن يكون لداعش أرض، وعليه فإن استراتيجية الفعل باش تكون استراتيجية مغايرة ومغايرة جدا. يعني الحازميين أعتقد أنهم سيعملون في فضاءات أخرى مفتوحة، وهذا يذكرنا في بما حدث مع اليسار واليسار المتطرف في أوروبا في فترة السبعينات. يعني سليلة ماذا تقصد بالفضاءات المفتوحة حركة أستاذ عبد الستار في ألمانيا والتطور ما ماذا تقصد بالفضاءات المفتوحة؟ لأنه الولاية الحمراء، طيب، لأنه هناك تخوف بين البريغاد روج وكل هذه التنظيمات، يعني اتخذت طيب وعلى أي حال توجه. أستاذ عبد الستار لا يسمعني والإشكال. طيب خلينا سنعود إليك أستاذ عبد الستار، سنعود بعد إصلاح الصوت، لأنه الحقيقة هي نقطة مهمة يجب أن نسأل فيها، ونذهب إلى الأستاذ كمال زاخر في القاهرة يعني نستكمل في هذه النقطة. الفكر التكفيري بهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة، كيف تراه؟ إلى أي حد ينعكس خطرا على الأقليات؟ هل هو فعلا خطر على الأقليات، أم أن يعني الجميع متساوون، كلنا في الهم سواء أمام هؤلاء التكفيريين برأيك؟ بالضرورة الكل مضار، لكن الأقليات وخصوصا في مصر أكثر تضررا وأكثر استهدافا من هذه التيارات لاعتبارين، اعتبار ديني واعتبار سياسي. الاعتبار الديني أنهم إذا كانوا يكفرون المسلمين المختلفون معهم، فما بالك بمن هم غير مسلمين، خاصة ممن ينعتون بالمشركين وبالكفرة وبكذا، كما بيرد في أدبيات وفي مخاطبات هذه الجماعات. وبالتالي بالضرورة هم متضررين بشكل كبير، ولعلك تتابع الأخبار التي تتكلم عن تفجيرات الكنائس وقتل المسيحيين وإجلائهم، سواء كان في العراق أو في سوريا أو في الأماكن التي يسيطر عليها أو كان يسيطر عليها هذه التنظيمات في أوقات قوتهم. الأمر السياسي أنهم يعانون الآن من انحسار عن الأماكن التي كانوا يسيطرون عليها بشكل تقليدي، أيضا بسبب أن الأقباط وهم مسيحي مصر متهمون أساسا بأنهم يساندون النظام وأنهم كانوا سببا في نجاح 30 يونيو التي أزاحت النظام الحكم الإسلامي المتمثل في الإخوان، ومن ثم يصبح عقابهم واستهدافهم نعم لكن فرض لكن عين لكن على أستاذ كمال كل من هم في هذا التنظيم. لكن ما من تبقى من المسلمين يدخلون في نفس يعني في نفس الإطار من التكفير، حتى الدواعش أنفسهم يعني كفرهم هذا التيار الحازمي، ليس الأقباط فقط. السؤال هنا يعني نعم. ألا يعطي نعم. ذلك يعني جزء من الأمل في بداية انحصار هذه الأفكار التكفيرية بهذه الطريقة، بأنها لا تستهدف فقط الأقليات سواء مسيحيين أو غيرهم من أتباع الديانات الأخرى غير الإسلام، وبالتالي فإن هذا الفكر المتطرف يمكن أن يكون إلى زوال في نهاية المطاف؟ بالضرورة، ولكن ليس فقط لشيوع الاستهداف، لكن لأن هناك متغيرات على الأرض تحدث، سواء في البلاد التي شهدت معارك أو صراعات كان أحد أهم أطراف هذه التنظيمات وهذا التنظيم تحديدا، لكن أيضا أن هناك متغيرات في بعض الأماكن التي لم يكن يظن أحد أنها يمكن أن تطولها التغييرات، ومع المثال القريب الذي حدث بالأمس القريب في المملكة العربية السعودية، وما يطرحه الآن ولي العهد الحاكم القادم أو الملك القادم كما أطلق عليه البرنامج السابق لنا. نعم. ومن ثم هذا التغيير يبشر أو يؤشر بأن هذه التنظيمات إلى زوال. نعم. طيب. لأنه حتى المسلمين الذين كانوا متعاطفين معهم الآن بدأوا يتراجعون عن التعاطف. نعم، لأنه تم تكفيرهم أيضا. طيب خلينا نسمع كذلك من ضيفنا في فرنسا ألبير فرحات المتخصص في شؤون الإرهاب الدولي. أستاذ ألبير أهلا بك إلى تقرير خاص. مسألة طبعا نتحدث عن الحازميين كما أنت تعلم،
مسألة العذر بالجهل، لا عذر بالجهل في عند الحازميين في مسائل التوحيد والشرك، سواء تم إبلاغه بالحجة الرسالية أم لم يبلغ، وأن كل من تلبس بناقض من نواقض الإسلام نعم. متعلق بشرك التوحيد فقد كفر. السؤال يعني لماذا هذا التوحش إن شئت نعم. في التطرف والمزايدة بهذه الطريقة في هذا الفكر؟ هو بعد مساء الخير معروف لدى هذه الجماعات لديهم كتاب يسمى يعني يسمونه إدارة التوحش، لديهم كتاب معروف وهو التيار من قديم، ليس بجديد يعني قديم هذا الكتاب لديهم، لكن التاريخ يعيد نفسه الآن، تاريخ الموضوع يعيد نفسه، يعني من عند نشأة ما يسمى بالمجاهدين في أفغانستان، داروا على انقلبوا بعد فترة على أستاذهم عبد الله عزام، وبعدهم انتقلوا لمحاربة طالبان ومحاربة بعض الطيارات الأفغانية، انقلبوا فيما بعد على أسامة بن لادن، انقلبوا على أيمن الظواهر. هذه الانقلابات الداخلية فعلا من أجل تحقيق مصالح شخصية، يتخذون حجة الفقه والبلاغة لديهم في موضوع من الموضوعات المتعددة، لكن المهم عندهم من هو الخليفة، من هو الذي يقود هذا التيار. ما حصل في سوريا وما حصل في الرقة وما حصل في العراق من عمليات تصفية داخلية بين كل هذه التيارات الداخلية، ونسبت حينا إلى البغدادي وأحيانا إلى مسميات وأطراف أخرى داخل الحركة بين قوسين الجهادية كما يقولون، نجد أننا أمام واقع من مجرمي وسفاكي دماء، ويأخذون غطاء هذه العباءة إن كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو يزيدية أو غيرها، ونرجع إلى الشيخ يسمى أحمد الحازمي المجون في السعودية. وهنا سؤال كبير، كيف أن المفكر الأساس لهذه الحركة مجون في السجون السعودية وأتباعه يعملون؟ من هو الممول؟ من هي الحركة؟ من هي الدولة التي تقف وراءهم؟ هنا الأسئلة الأساسية. الآن الدولة الإسلامية أصبحت على نهاياتها في سوريا والعراق، يجب أن نجد أماكن أخرى لأن تستقر. حاليا هذه الجماعات كان لها الشيخ الحازمي كان نعم. معروف أنه من الجماعات التي كانت في دول البلقان نعم. سابقا. هذه يعني نقطة تالية سنعرج إليها أستاذ ألبير. نعم هذه نعم. نقطة تالية سنتحدث عنها بالتفصيل بعد الفاصل. دعني طيب خليني بقى سأعود إليك بعد فاصل قصير أوكي. ونستكمل النقاش معك ومع باقي ضيوفنا بعد فاصل قصير التالي، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص الحازميون، موضوع حلقتنا الليلة. أعود مجددا إلى ضيوفي إلى القاهرة مرة أخرى مع الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة. طيب أستاذ ماهر، سمعت قبل الفاصل أستاذ ألبير فرحات يطرح عددا من الأسئلة. أستاذ ألبير يعني من ضمن هذه الأسئلة، من يمول هذه التنظيم؟ كيف أن يعني منظر هذا التنظيم ومفكره الأول أحمد بن عمر الحازمي مسجون في السعودية وفكره يتنقل بهذه الطريقة؟ يعني من بين هذه الأسئلة أيضا، إلى أي حد تلقى هذه الأفكار المتطرفة صدى، يعني لها أرضية أو لها مريدين، خصوصا أنها يعني أفكار شديدة التطرف كما نتابع؟
سيدي، يعني موضوع التمويل وموضوع هذه مسائل طرقت كثيرا. الأخطر من ذلك هي أن هذه المسائل الفكرية في الحقيقة مسائل ليست مستجدة وليست جديدة، لكن تأتي كل فترة جماعة من الجماعات وتقوم بالإفراط وبالتمسك بهذه الأفكار. يعني مسألة التكفير المعين، المسألة التي يطرحها الحازميون تكفير المعين وعدم العذر بالجهل وقتال الطوائف على العموم، هذه المسائل في بداية تنظيم داعش حينما بدأ يسيطر على الأرض في الحقيقة بدأت يعني أفعال حقيقية على الأرض بسبب هذه الأفكار. يعني دائما نحن نعلم داخل هذه الجامعات أن العمل يسبق التنظير، يعني العمل يقومون بالعمل ثم يبحثون له عن أدلة. هذا ما حدث بالفعل، أنهم كان هناك سيل من المهاجرين من التوانسة والمصريين وغيرهم من كل بلاد العالم في الحقيقة ذهبوا إلى دولة أبو بكر البغدادي المزعومة، وهناك حملوا بهذه الأفكار. يعني أحمد بن عمر الحزيمي ذهب إلى تونس عقب ثورات الربيع العربي وبقي هناك فترة سرا وهناك نشر هذه الأفكار. حينما ذهب التوانسة إلى أبو بكر البغدادي ذهبوا محملين بهذه الأفكار. مسألة التكفير المعين وقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، والتكفير باللوازم وقتال الطوائف على العموم وتكفيرها، يعني هم يكفرون الشيعة مثلا على العموم، حتى عوام الشيعة يكفرون على العموم. ومسألة جديدة استجدوها وهي مسألة أنه استتابة، يعني لا استتابة للمرتد. المرتد يعني معروف أنه في الفقه الإسلامي يستتاب عدة أيام ثم بعد ذلك يقام عليه الحد في بعض الأقوال، وهناك أقوال أخرى للجمهور تقول أنه لا حد في الردة على سبيل المثال. ولكن داعش دعمت الرأي الذي يقول بالقتل قتل المرتد وقالت أنه كذلك لا يستتاب وتوسعت في هذه المسألة. هذه المسائل أدت إلى أفعال الأرض، قتل على العموم، قتل للقبائل هناك في العراق وفي سوريا، قتل للطوائف الأخرى والفصائل الأخرى، حتى أنهم قاتلوا النصرة وقتلوا تنظيم القاعدة نفسه. نعم. ووقعت بينهم معارك كثيرة جدا. نعم. هذا نعم. ما حدث بالفعل أن المسائل قديمة. نعم. لكنهم جددوها. طيب. مرة أخرى بتوسع ستجدها بالتفصيل في كتب محمد بن عبد الوهاب على سبيل المثال. نعم. طيب أستاذ عبد الستار السحباني، يعني كما سمعت الأستاذ مارف الغلي وكثيرون يقولون بأن أحمد بن عمر الحازمي زار تونس ألقى محاضرات فيها، يقال أنه أخذ الكثير من فتاوى التكفير من تونس، يعني السؤال ما سر هذا التطرف في يعني داخل المجتمع التونسي الذي هو مجتمع منفتح بالأساس؟ الإشكال الكبير وهو أنه تفطنا الآن إلى محدودية الحداثة. الحداثة محدودة جدا، وجاءت الثورة وبعد الثورة هناك هذا الانحلال الكبير الأمني، لكن الأهم من هذا هو أن هناك جهات أجنبية مولت عملية قدوم هؤلاء إلى تونس ومولت عملية ترحيل الشباب التونسي نحو مواقع التوتر في العالم. هذا هو الإشكال. يعني كيف خرج هؤلاء الشباب من تونس؟ من مول ذلك وكيف وصلوا؟ هذا سؤال مهم جدا. الجهات الأجنبية التي ساهمت في ذلك وهي معلومة الآن، الجهات التي ساهمت في قدوم هؤلاء إلى تونس وقيامهم بدعواتهم، هذا مشكل كبير. يعني أن الظرف السياسي في تونس والظرف الاجتماعي في تونس والظرف الاقتصادي في تونس كان محضنا لتوفير مثل هذه الأشياء. هل المجتمع معنى كلامك أستاذ محسن بشكل أنه لم يسمح ولم يمكن هؤلاء بالرغم من محاولتهم الكثيرة. نعم. من الفعل في تونس. طيب هل كان سببا صعود التيار الإسلامي بعد سقوط بن علي صعود الإخوان في تونس وتوظيفهم من طرف جهات أجنبية؟ وفي تأخير في الصوت. أنا سألتك هل السبب كان صعود الإخوان بعد سقوط بن علي في تونس؟ نعم، السبب المباشر كان هو حكم الترويكا في تونس وعودة الإسلاميين من المهجر. والذين فتحوا ومكنوا من ذلك والقيام بهذه الدروس في السجون وقاموا بالعديد والعديد من الأشياء التي مكنتهم
من ذلك. حكم الإسلاميين في تونس كان من العوامل الأساسية والمباشرة التي وفرت حاضنة اجتماعية لهؤلاء للانخراط في هذا النهج الجهادي المتطرف. نعم. طيب نعود إلى الأستاذ كمال زاخر في القاهرة. يعني الآن نرى أن تنظيم داعش ينحسر عسكريا، يتلقى الهزائم تلو الأخرى، خسر الموصل في العراق، خسر الرقة في سوريا، ويعني باتت حواضنه ضعيفة جدا ومحصورة في ريف دير الزور، ربما في سوريا، في العراق لا يوجد له حواضن الآن. هل كيف ينعكس ذلك على الحازميون؟ هل يستفيد الحازميون من ذلك أم العكس برأيك؟ لا بالضرورة، رد الفعل العنيف ما زال قائم، وهم هيحاولوا يستردوا مرة أخرى ما كان لهم، وهم عندهم الخلفية الفكرية المتشددة اللي تديهم القدرة على التمسك بما يقولون، لأنهم يرون أنهم يملكون الحقيقة المطلقة. الأمر الثاني أنه لا تنسى أن جبهة ليبيا ما زالت مفتوحة، وأن أغلب هذه الجماعات تم تسريبها أو نقلها أو دخولها إلى ليبيا، وهي العمق الاستراتيجي لمصر. ومن ثم لعلك تلاحظ الآن أن هناك عودة للنشاط مجددا على الأرض المصرية بشكل أو بآخر، وآخرة ما حدث في منطقة الواحات قبل أيام، وده لي سببين. السبب الأول أن هناك شعور عام بأن دعوتهم في خطر، سواء كانت فيما يتعلق بالجهاد أو ما يتعلق بالإرهاب أو كذا. ثم الدعوة الأكبر وهي الإسلام، يرون أن ما يحدث في الفضاء العالمي، في الفضاء الافتراضي تحديدا، من شيوع المعلومات ومن خروجها عن السيطرة، مما يهدد بما واجهته أوروبا ربما في العصور الوسطى. فبالتالي هم ده يدفعهم الى 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 تبني الشراسة بشكل اكثر، حتى يبقون على وجودهم، حتى يبقون على مكانتهم، ويحققون الحلم الاسير لديهم، وهو تحقيق دولة الخلافة. وبالتالي كل هذه الهزائم التي منيوا لا، ما هو يعني اسطورة دولة الخلافة دي يعني تقريبا المفروض ان هي انتهت على الاقل عمليا على الارض. لا، هم 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 لا يفكرون كما نفكر نحن او كما يفكر الناس بشكل منطقي. هم ما زالوا هذا الحلم يعتبرونه هو حلم حياتهم، وهو الخدمة الأكبر التي يقدمونها هي عودة الخلافة. يعني ربما نحن نقول بهذا أنه هذا الكلام انتهى ولا مكان له، لكن هم يؤمنون به تماما بشكل غير عادي. وبالتالي هذا يفسر لنا لماذا هم الآن أكثر شراسة عما كانوا قبلا، لأنه هم يرون حلمهم يتراجع، يتقهقر، ربما ينحسر بشكل أكثر، وبالتالي هم يعني يحسبونه حربا من أعداء الله، حربا من أعداء الإسلام، يستدعي طيب التعامل معه بقوة. نعم. طيب سنتوقف عند هذه النقطة ونعود بعد الفاصل القصير، لدينا أسئلة كثيرة لضيوفنا الكرام، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص الحازميون، موضوع حلقتنا الليلة في تقرير خاص. قبل أن نستمع إلى يعني ردود أفعال بعض المواطنين من مصر والعراق، هل سمعوا أم لم يسمعوا عن تيار الحازميون، ما هي آرائهم في هذا التيار، أبقى مع الأستاذ ألبير فرحات ضيفي في باريس يعني نقطة مهمة أو سؤال مهم قبل أن نتابع هذا التقرير. أستاذ ألبير، يعني كما تبعنا وقرأنا عن هذا التيار، فإن طبعا القيادات في داعش غضبت كثيرا من هذا التيار وضاقت به ذرعا، وأعدم منهم أبو بكر البغدادي كثيرين. لكن السؤال، لماذا
لم يقدر عليهم داعش بدليل أنهم يعني موجودون حتى الآن، بل إن منهم والي دير الزور اللي هو أبو حفص الجزراوي، وهو من يعني المتطرفين الحازميين، ويخشى كثيرا أن يخلف البغدادي، وبالتالي يعني يصبح هذا التيار فعلا وريثا لداعش. السبب في ذلك يعود إلى أن التبعية العديدة لهذا التنظيم ينتمون أصلا إلى تونس وليبيا وبعض الدول، مصر وبعض الدول الأفريقية المسلمة، وهذا ما جعل قوة التيار الجديد للحازميون داخل داعش والدولة الإسلامية، وأجبر أبو بكر البغدادي لمحاربتهم في أكثر الأماكن. لكن كل الموضوع الذي يحضر له الآن هو كيفية نقل هؤلاء من سوريا والعراق إلى ليبيا، وبالتالي استهداف مصر والجزائر وتونس وتحريك دول الساحل في المنطقة. هذا هو السؤال الأساس الذي تعمل عليه هذه التنظيمات وهذا التيار الجديد. هناك العديد من التيارات التي لم يكتب لها النجاح، يعني ما حصل مع الجماعة المنتمين لدولة مالي، ما لم يفلحوا في أن يخرجوا للنور. ما حصل مع أبناء الصحراء نفس الموضوع. ما حصل مع بعض التيارات الإسلامية الموجودة في الجنوب الليبي. هناك العديد من العوامل الجيوسياسية تسيطر على المرابطون أعتقد في مالي وبوكو حرام على في نيجر. تيار. طيب. لكن على أي حال. السؤال الكبير الذي أطرحه الآن، كيف تستطيع أن تتحرك هذه الجماعات؟ كيف استطاع 650 تونسي من الوصول إلى دول البلقان؟ كل هذه الأسئلة لم نستطع لغاية الآن أن نجد لها طيب. جواب. خلينا، لأن هذه مباشرة. النقطة مهمة أستاذ ألبير. طيب أنا آسف للمقاطعة، هذه نقطة مهمة، خليني سأعود إليها بعد أن نسمع هذا التقرير أو آراء المواطنين في كل من العراق ومصر حول الحازميون، من هم، إلى أي حد هم مخيفين، تنظيم جديد، تنظيم إرهابي جديد يعني يخشى أن يكون وريثا لداعش. نتابع. ما سمعنا بهذا الاسم، سمعت عنه بس ما اعرفش تفاصيله ايه. لا ما سمع لي حد الان. وهذا التنظيم هو اكثر تشددا واكثر ارهابا ودموية من حتى من تنظيم داعش. داعش، حازميون، بيت المقدس، انصار، مش عارف ايه، انصار ايه، دي كلها حضرتك حاجة واحدة وهدف واحد، وهدفهم هو تدمير الدول العربية. كلهم شوية عناصر مرتزقة، ما لهمش أي توجه، لهم أي حاجة، هم جايين ياكلوا عيش على الدول العربية. المشكلة بأن كل طرف يعتبر الطرف الآخر إرهابي. عدم متابعة البرامج التعليمية والمنبر الديني ومتابعة القنوات الإعلامية والاتصالات. مجتمعاتنا مع الأسف مكشوفة متعرية أمام أي تيار. العدل لا يوقف كل شيء. التطبيق مناهج يعني ديمقراطية نقول أحسن. المبررات طالما كانت موجودة فهي تعتبر حاضنة لولادة أي تنظيم. الإرهاب باقي، هو منتشر. الإرهاب لو تمكن من مصر لن يبقي ولن يذر. أعود مجددا لضيوفي أستاذ ماهر فرغلي، ضيفي في القاهرة. أستاذ ماهر، سمعت ضيوفي وسمعت يعني بعضا من هذه آراء المواطنين في كل من سوريا، في كل عفوا من العراق ومصر. يعني السؤال، إلى أي حد هذه المخاوف في محلها؟ هذه المخاوف بأن تكون مصر هي المحطة التالية أو المكان المستهدف التالي، حتى وإن كانت قاعدة الانطلاق هي ليبيا.
بداية المخاوف أولا من الناحية العامة هي بروز هذا التنظيم يعني في الحقيقة، والسيطرة على يعني كل مفاصل داعش حتى بعد انهيار الدولة، يعني حتى في الأفرع والأزرع. لاحظ كلمة البغدادي الصوتية المسجلة الأخيرة التي ألقاها منذ أقل من شهر، بدأ في أول 10 دقائق حديثه عن مسألة العذر بالجهل، وتحدث في 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 بداية هذه الكلمة عن إقامة الحجة، وأن الحجة أقيمت على الأمة، وأن الحجة أقيمت على الأمة بإقامة الدولة. يعني هذه المسألة الخطيرة جدا، هي مسألة للحازمين للعلم، يعني هي مسألة للحازمين، يتكلم فيها الحازميون على أن الدولة الإسلامية دولة خلافة البغدادي طالما أنه أقيمت فوجب على كل المسلمين الهجرة عليها والإيمان بها وبيعة الخليفة، وإلا إذا لم يبايعوا الخليفة فهم كفر مرتدون. إذن المسألة حينما يحسم البغدادي هذه المسألة فهذا اختراق عظيم جدا داخل التنظيم، وأن الأفكار متقاربة إلى حد كبير. المسألة المصرية مسألة متعلقة بالإقليم كله، يعني المسألة هنا لها أسباب متنوعة، خلق مساحات جديدة هذه التنظيمات تعمل عليها، مساحة جديدة في الحدود الغربية لكي يخف الضغط على جبهة شمال سيناء المحاصر فيها التنظيم. الدولة المصرية قررت حصار التنظيم حصارا مطبقا في شمال سيناء وعدم فتح ممرات آمنة له. المصالحة الفلسطينية جاءت فأغلقت الإنفاق تماما، فهم أرادوا أن يخلقوا جبهة جديدة، لديهم معسكرات هناك في ليبيا وفي الجنوب الليبي، لديهم كتائب جديدة بقيادة أبو معاذ التكريتي العراقي وهو من تنظيم داعش، وكل هؤلاء يريدون اختراق الحدود المصرية، ولذا فموجة إرهابية عنيفة جدا ستطال مصر خلال الأيام المقبلة. طيب أستاذ عبد الستار السحباني، هذا يطرح سؤالا آخر. الآن دولة الخلافة التي كانوا يتحدثون عنها عمليا انتهت بعد سقوط الموصل والرقة، وبقي داعش يعني محاصرا في ريف دير الزور في جيوب صغيرة، وهو حتى في طريقه إلى الزوال في هذه المنطقة. التخوف من أن تصبح ليبيا المحطة المقبلة، أن تهدد مصر وأيضا دول الشمال الإفريقي وبينها تونس. هنا يكمن السؤال، هل فعلا تصبح دولة الخلافة هذه فكرة يمكن أن تستقطب مزيدا من المريدين كذلك بناء على هذه الأفكار المتطرفة، أم أن سقوط داعش في سوريا والعراق يحد من ذلك، يعني يحد من أعداد هؤلاء المريدين لهذه الأفكار؟ أنا أعتقد أن هذا سيحد من أعداد المريدين أولا، ولكن القليل القلة من المريدين سيكونون أكثر عنف. يعني أعتقد أن المنطقة كلها، يعني ليبيا، الجزائر، مصر، تونس، مفتوحة إلى عديد الهجمات التي يمكن أن يقوم بها هؤلاء الذين سيكون لهم دور الذئاب المنفردة. يعني الذئاب المنفردة معناها باش يقوموا بعمليات إرهابية تجب تكون خطيرة، وخطيرة جدا وموجعة، ولكنها غير قادرة على تغيير موازين القوى في هذه المجتمعات. يعني الدور بتاعهم هو معناها الأذى، وأكثر ما يمكن من الأذى لهذه لمجتمعاتنا. نعم. طيب أستاذ كمال زاخر، الصراع بين داعش والتنظيمات الأخرى في سوريا والعراق كالنصرة وغيرها، هل سيتسلمه الحازميون برأيك؟ يعني هل ستستمر هذه التنظيمات في الصراع فيما بينها؟ بالضرورة الصراع يستمر، لأنه من طبيعتهم الأحادية، وبالتالي هم لن يتخلوا عن هذا الصراع، لأنه كل واحد بيعتبر أن الثاني على خطأ، وأنه هو الوحيد اللي بيتكلم صح، وأنه هو الوحيد اللي بيملك الرؤية الصحيحة، ومن ثم سيظل هذا الصراع قائما. لكن أنا أتصور رغم الخطر الداهم اللي بيتهدد مصر، إلا أن مصر ما زالت دولة متماسكة، ربما جيشها ما هو الجيش الوحيد في المنطقة التي تعرضت لهزات كبيرة المتماسك، والذي يستطيع أن يصد كل هذه الهجمات خاصة على الحدود الغربية بعد أن فهم أو عرف ما يحدث في سيناء، وهو الآن بيواجهها وهي في سبيلها إلى الزوال هذه الجماعات. فيبقى الجبهة الغربية التي طرفها الآخر ليبيا هي مكمن الخطر،
وده يمكن بيفسر لنا ليه مصر أصرت رغم كل ظروفها الاقتصادية أنها تؤكد على تسليح الجيش مرة أخرى بأسلحة متقدمة. وأنا مش خايف أن مصر يجرى لها حاجة في هذا التوقيت رغم كل المخاطر المعلنة وغير المعلنة اللي بتتهددها. وأظن أنه ربما يكون على إيد مصر نهاية هذه الجماعات بما فيها هذا التنظيم المسمى نعم. حازمون. نعم طيب إن شاء الله. طبعا خلينا نروح للأستاذ ألبير فرحات في فرنسا، لأنه الحقيقة أن هناك يعني هذه الصراعات داخل داعش والتي أفرزت حازميون أفرزت كذلك من يرى أن المغالاة كانت سببا في هزيمة التنظيم، يعني التطرف الشديد في الأفكار بهذه الطريقة كان سببا من وجهة نظر هؤلاء في هزيمة التنظيم، ويجب أن يعود أو تعود الأفكار إلى ما كان عليه تنظيم القاعدة وأهدافه أو أدبياته في استهداف الغرب في عقر داره وما ذلك، وهو ما يفسر يعني صعود العمليات الإرهابية في أوروبا بهذه الطريقة. أنت في ضوء هذه الأفكار، في ضوء ما ألت إليه أوضاع داعش، ماذا تتوقع وأنت تقيم في فرنسا وهي إحدى الدول يعني المهددة دائما بهذه العمليات الإرهابية؟ المستهدفة نعم. نعم. أنا بالنسبة لي عزيزي الكريم، الإعلان عن هذا التيار يعتبر بمثابة إصدار شهادة وفاة لداعش. هذا يعني تاريخيا التاريخ يعيد نفسه داخل هذه الجماعات، إن كانت من الجماعات المسلحة التي ضربت بالجزائر من خلال تبديل الأسماء كل فترة حسب متطلبات المرحلة، ما حصل في المقابل أيضا مع الجماعات السلفية الجهادية، أيضا من سقوط دولة إمارة أفغانستان إلى سقوط إمارة بن لادن إلى سقوط داعش الآن، ونغير الخريطة الجغرافية لعمل هذه الجماعة حيث تنتقل من سوريا والعراق لاستكمال برنامج دمار تونس وليبيا ومصر والجزائر وغيرها من الدول. هذا هو المخطط الأساس لإنشاء تيار دموي وبدموية أكثر. كل تيار جاء على أنقاض التيارات السابقة كان أكثر تطرفا وتشددا. نعم كانت أكثر ودموية. هذا هو الأساس. لكن أنا أطلب وأسأل من يقف وراء هذه المسميات وهذه نعم. الجماعات نعم. وهنا الأيام القادمة نعم. ستجد وترد على هذه التساؤل. طيب خلينا لأنه لدينا فاصل أخير. ما حصل مع داعش لدينا وما حصل مع البغدادي نعم ستطرح ستجيب الأيام القادمة. لدينا فاصل قبل أن نخرج للفاصل، يعني لدي سؤال سريع للأستاذ ماهر فرغلي. يعني أحمد ابن عمر الحازمي نقرأ عنه كثيرا، نعلم أنه معتقل في السعودية، كان يلقي محاضرات في عدد من الدول العربية من بينها تونس وما إلى ذلك. هو زعيم هذا التيار أو يعني مؤسس هذا التيار إن شاء. هل من معلومات حقائق عنه لا نعرفها أستاذ ماهر؟ يعني شيوخه، يعني الشيوخ المشهورين في المملكة العربية السعودية حقيقة لم يكونوا هم من أساتذتي، يعني مثلا الشيخ ابن باز ابن عسيمين بن جبرين، هؤلاء المشايخ الكبار المعروفين في دار الإفتاء السعودية لم يكونوا من أساتذة هذا الرجل. هو رأى أساتذته مغمورين مثله، رجل شاب مغمور تطورت المسألة عنده، ويقال أنه تحول أصلا حينما التقى حينما باع عقب ثورات الربيع العربي، حدثت له تحولات فكرية ناحية التطرف بشكل كبير يعني. وفي الزيارة التي زار فيها تونس تأثر كثيرا بالأوضاع هناك، وبدأ هناك بعض العناصر تتناقش معه وتتناظر معه في هذه المسائل، مسألة الحكم بالديار، وهي مسألة غاية في الخطورة. يعني الدار، يعني الدولة اللي هي الدار، هل مسألة الدار الكافرة التي لا تحكم في وفق أدبياتهم، لا تحكم بالشريعة، هل هي كافرة؟ هل يسقط حكم الكفر هذا على عامة الشعب؟ وهنا حكم الحازمي وهو في إحدى الجلسات في تونس على أن الدولة التي لا تحكم بالشريعة تسقط أحكامها على قاطنيها وساكنيها، ومن ثم هم كفار، ومن ثم يجوز قتلهم والتطرز بهم وغيرها من هذه المسائل. يعني المجتمع كله، يعني داعش فيما بعد الدولة كلها، نعم الناس والحكومة كلها.
نعم بكله. هذه غاية في الخطورة. يعني نفس هذه المسألة للعلم هي مسألة امتدت، يعني كانت في الجزائر في الجماعة الإسلامية جية، الجماعة الجزائرية، وهم كانوا يقتلون الجميع بدم بارد أيام جمال زيتوني وعنتر الزوائري قواد هذه الجماعة، وكانت جماعة متطرفة انتهت في النهاية بسبب هذه الأفكار. ومن ثم الصراع الفكري الدائر الآن داخل داعش ما بين الحازميين وبين البن عليين وبين البغداديين، فهم الثلاثة الطوائف المختلفين حول مسائل بسيطة في أحكام الديار وغيرها سوف يشطرون التنظيم وسوف يقسمون التنظيم وسوف تكون نهايته من الداخل. نعم. طيب أشكرك أستاذ ماهر على هذه المعلومات. بعد الفاصل القصير التالي سنتحدث عن الحل، كيف يمكن مواجهة هذه الأفكار المتطرفة، سؤال مكرر لكن أريد أن أستطلع رأي ضيوفي فيه بعد الفاصل القصير التالي. أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص، المحور الرابع والأخير من حلقتنا عن الحازميون، هذا التيار الجديد داخل داعش. أعود إلى ضيوفي هذه المرة إلى تونس مع الأستاذ عبد الستار السحباني. يعني في تونس هناك دلالة، تونس هي أكبر بلد يعني صدرت مقاتلين لداعش سواء في ليبيا أو في سوريا للأسف طبعا. السؤال كيف يعني من أين يجب أن نبدأ لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة لمنع هؤلاء الشباب والصبية الصغار من أن يفتنوا بهذه الأفكار المتطرفة وينضموا إلى هذه التنظيمات؟ الحل الأمني ضروري ولكنه غير كافي. يعني ضرورة مراجعة المنظومة التربوية والتعليمية، المنظومة الإعلامية، المنظومة الثقافية. يعني هناك العديد من الأشياء يجب أن تراجع بشكل جذري ليوقف هذا النزيف الكبير، والذي جعل من تونس في وقت من الأوقات من أكبر مصدري الجهاديين والإرهابيين. لكن مع ذلك هناك جهات أخرى أجنبية وشبكات أجنبية هي التي تمول، يجب وضع حد لفعل ولتدخل هذه الجهات في هذه العملية مع العمل الداخلي، وهو عمل ضروري جدا. يعني في كل الحالات هناك العمل الأمني ضروري، ولكن مع العمل الأمني هناك عمل تربوي وعمل توعوي وعمل تعبوي ضد كل أشكال التطرف وكل أشكال الجهات. نعم. طيب أستاذ كمال زاخر، كما تابعنا فإن أحمد بن عمر الحازمي كما قيل زار تونس وألقى محاضرات فيها وتشارك هذه الأفكار المتطرفة مع الكثيرين هناك. يعني السؤال هنا، هل يجب أن يعني يشمل الحل الأمني مراجعة هؤلاء الأئمة، مراقبة هذه المحاضرات، وهو يعني ما يتعارض قليلا مع حرية التعبير وحرية التحرك، لكن يعني القاسم المشترك هنا هو الإرهاب، وبالتالي يمكن أن تباح فيه المحظورات والرقابة على الحريات بهذه الطريقة، ما رأيك؟ بالضرورة عندما يكون أمن الوطن مهددا فالحسابات تتغير، وبالتالي لا كلام هنا عن الحريات بالمعنى المطلق، لأن الحريات هنا مرتبطة بصالح الوطن. الأمر الثاني فيما يتعلق بالبعد الأمني، أنه آن الأوان لأوروبا تحديدا أن تتفق على عمل جماعي في مواجهة هذا الأمر، لأن التعامل بالآليات السياسية وحدها فقط لا يجدي، وبالتالي أنا أتصور يعني عمل جماعي زي إيه فندم؟ ربما إيطاليا تحديدا لأن ليها علاقات تاريخ. هقوم أنا جاي لك في الكلام لأنه وكنت لسه بقول لحضرتك أنه مثلا إيطاليا وهي لها علاقات تاريخية مع ليبيا ولها مصالح الآن مع ليبيا، أتصور أنها المفتاح ربما للسماح بعمل عسكري ضد البؤر أو ضد المراكز أو ضد المعسكرات المعروفة ومحددة ومعلومة لدى أجهزة المخابرات المختلفة التي تمول وتفرخ وتدعم هذه الجماعات وتصدرها للدول المجاورة سواء كانت مصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب. وبالتالي لا حل إلا بعمل عسكري جماعي ضد هذه البؤر للخلاص منها بما يعرف بتكفيف المنابع، لكن أي علاجات أخرى بنعالج المنتج ولا نعالج السبب. نعم. والأساس. نعم. وبالتالي نحن نحتاج جرأة
في هذا الأمر تحديدا. نعم. طيب أستاذ ماهر فرغلي، رأي حضرتك؟ يعني المسألة تحتاج إلى تفتيت في الحقيقة. يعني نحن هذه الأفكار كما أقول وأكرر التي قالها الحازمون ليست بجديدة، هي أفكار قديمة موجودة في كتب التراث القديم. يعني لو فتحنا كتاب فتح المجيد لابن عبد الوهاب مثلا سنجد كل هذه الأفكار، مسألة تكفير العازل، مسألة الحكم بالديار، العذر بالجهل وغيرها، هذه المسائل موجودة. هو الرجل لم يأتي بجديد، هو قام بس بالشرح بالتفصيل بالتطبيق العملي على الأرض حينما سيطروا على الأراضي في سوريا وفي العراق فقط. يعني المسائل قديمة قامت بها الجماعة الإسلامية. ما هي قديمة يا أستاذ ماهر بس طيب والقتل والعنف اللي احنا يعني ما هو ده كمان هو ده أحد النتائج. أيوة، ما هذا نتائج انتشار هذه الأفكار. إذن ما الحل؟ نعم، الحل هو إذن مراجعة كتب التراث، إعادة توضيبها، وإعادة مراجعة هذه الأفكار القديمة من جديد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه الأفكار في الحقيقة معادلات لابد أن نعلمها للأئمة. يعني الأجوبة عليها أجوبة مبسطة وسهلة وميسورة جدا. يعني على سبيل المثال زعيم خلية تفجير كنائس الأقباط داخل مصر عمرو سعد عباس، هذا الشاب البسيط في قرية بسيطة ذهب إلى إمام المسجد سأله في بعض المسائل ومنها حكم الديار، هل قاطني هذه الديار كفر أم لا؟ الرجل لم يعرف ما معنى كلمة الديار ولا المسألة، وكان إماما للمسجد. فتوجه عمرو إلى الإنترنت ومن ثم تواصل مع أعضاء ما يسمى بولاية سيناء، ثم ذهب إليهم 6 أشهر فتلقى تدريبات وتكليفات، فكلف فعاد ليشكل هذه المجموعات من أكثر من 40 عنصرا قاموا بتفجير كنائس الأقباط في مصر. إذن المسألة هنا تحتاج إلى تعليم للأئمة، خطاب ديني جديد. نعم. مراجعة كتب التراث القديمة. نعم. طيب في دقيقة أستاذ ألبير فرحات. نعم، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. يجب أن تكون العلاقة واضحة ما بين دور الدول الأوروبية والدول العربية والمسلمة في هذا المجال. زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا كانت واضحة، أن فرنسا تطلب من يقوم بالحرب على داعش في ليبيا وفي مصر بدلا عنها. نحن نمول، نحن نبيعكم أسلحة من أجل الذهاب لمحاربة داعش في بلدانكم أو في بلدان دول الجوار. أيضا الطلب وجه إلى الجزائر. نعم. نعم. أكثر من مرة. نعم. ولكنها رفضت. وصلت الفكرة. نعم أستاذ ألبير، أنا آسف وآسف المقاطعة لأن انتهى وقت الحلقة. ألبير فرحات، ماهر فرغلي، كمال زاخر، وعبد الستار السحباني، شكرا جزيلا لكم ولكم مشاهدينا. نلتقي على خير إن شاء الله في تقرير خاص جديد الأربعاء القادم. في أمان الله.